أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير الكويت، حيث نتطرق لعدد من الموضوعات والتقارير واللقاءات. مساء الخير زميلتي لا، وأيضا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، وجولة جديدة وممزوجة بدعوة للمتابعة في برنامج مساء الخير الكويت، اللي راح نتكلم فيه عن مواضيع متعددة، منها التعليم عن بعد واستخدامات التكنولوجيا في التعليم وأثرها على صحة العيون، مع ضيفنا الدكتور صلاح الرشيدي استشاري جراحة العيون وأورام العيون ورئيس قسم العيون بمستشفى الفروانية. نعم، وراح نتحدث أيضا عن انطلاقة فعاليات ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية في دورتها الخامسة، وهذا من خلال اتصال هاتفي مع الأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى العربي الإعلامي. وأيضا هناك المزيد، ومن هذا المزيد سوف يكون لنا اتصال مع الدكتورة فاطمة الهدهود استشاري أمراض نساء وولادة واختصاصي مناظير نسائية متقدمة، وراح يكون حديثنا عن منح لقب السفيرة من قبل المنظمة العالمية لآلام الحوض، هذا بالإضافة إلى بعض التقارير الأخرى، ولكن بعد هذا الفاصل. استحقاق ديمقراطي وممارسة راسخة، انتخابات مجلس الأمة المقررة في 5 ديسمبر، التزم بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية وشارك في رسم مستقبل الكويت. معا نصنع المستقبل. عند التصويت في انتخابات مجلس الأمة وممارسة الحق الديمقراطي، فأنت تشارك برسم المستقبل، والصوت أمانة، فليكن اختيارنا للكويت ومصلحتها. معا نصنع المستقبل. نرحب فيكم مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير الكويت، ويسرنا أن نلتقي بالدكتور صلاح الرشيدي استشاري جراحة العيون وأورام العيون ورئيس قسم العيون بالمستشفى الفروانية، وراح نتحدث معه عن التعليم عن بعد واستخدامات التكنولوجيا في وأثرها على صحة العيون. مساءك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا في هذا المساء من برنامج مساء الخير الكويت. مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية على الاستضافة الجميلة هذه. حياك الله يا دكتور وساعة المباركة. دكتور، أصبح التواصل الآن في كل شيء من خلال هالفضاء الإلكتروني، ناهيك عن التعلم، العلاقة ما بين أثر التعليم عن مش عن بعد في هالفضاء الإلكتروني، نعم، على صحة العيون يا دكتور؟ نعم، للأسف في خلال جائحة كورونا اضطرنا غصبا عنا للتعليم عن بعد. طبعا التعليم عن بعد له إيجابيات وله سلبيات. إيجابياته أن الشباب الحين اللي قاعد يدرسون عن بعد بالمستقبل راح يساعدونا في كويت جديدة وتطورات والتطور التكنولوجي. نعم. عيوبه لا أثر، طبعا الشخص يقعد على الكمبيوتر يقارب سبع ساعات باليوم، لا أثر على العين، لا أثر على، ممكن يأثر على اضطرابات النوم، ممكن يأثر على الجهاز الحركي للإنسان، أنه يقعد سبع ساعات فيضطر أنه ما في حركة، يزيد نسبة الأكل فيكون معرض لمرض السكر. هذا الناحية الجسدية. طبعا سبع ساعات معرض للإضاءة ممكن يأثر على اضطرابات النوم، أن في غدة اسمها غدة صنوبرية موجودة في المخ، مفروض أنها نخليها يعني ما تتعرض لفترة طويلة من الإضاءة عشان تفرز مادة اسمها ميلاتونين طبيا. طبعا هذه المادة كل إنسان يحتاجها، للطفل يحتاجها للنمو، والكبار يحتاجونها لتنظيم السكر ولتنظيم الكوليسترول. نجي على تأثير التعرض المباشر أو الغير مباشر من شاشات اللابتوب، شاشات الكمبيوتر أو الأجهزة التليفونات. نعم. في يوجد هناك ضوء أزرق، كثرة التعرض لهذا ممكن يأثر على قرنية العين، ممكن يأثر على العدسة، ممكن يأثر على شبكية العين.
يوجد أساليب للوقاية من هذه لتخفيف التأثر من خلال التواصل مع الشاشة أو التعليم بشكل عام. دكتور، كيف تأثر الأجهزة هذه سواء الكمبيوتر أو الموبايلات، شلون تأثر على إجهاد العين؟ نعم، الشخص يكون مركز على الكمبيوتر واللابتوب لمدة فترة طويلة، لمدة ما يقارب 7 ساعات، فطبيعيا احنا نرمش تقريبا كل 15 ثانيه او كل 12 ثانيه. لما الواحد يكون مركز على اللابتوب ينسى انه يرمش عينه، فيعرض العين للجفاف. دكتور، يعني هو ليش ينسى؟ يعني انا وايد اسمع هذه المعلومه ان الواحد لما يمسك ايباد او يمسك موبايل او الكمبيوتر ما يرمش، شنو السبب؟ يكون مركز او باذل مجهود انه قاعد يقرا معلومات معينه، فلا اراديا ينسى انه يرمش. نعم، يمكن دكتور كنت كمحاور لحضرتك في انتظار مفردة جفاف العين. نعم. جفاف العين دكتور، من خلال تخصصك. نعم. والعين والتعرض إلى الشاشات وإسقاطنا في هالحلقة على التعليم ومقابلة التعليم، هنا استخدام هالأجهزة لابد من، خلينا نقول إذا جازت لي المفردة، طقوس مصاحبة للتعامل مع شاشات الكمبيوتر، بمعنى مسافة معينة عن هالشاشة، المكان يكون به إضاءة أو مظلمة. التعليق يا دكتور. نعم، طبعا تكون المسافة ما يقارب 40 سنتي اللي هي ذراع تقريبا بعيد عن الشاشة. يفضل وضع فلتر للشاشة إذا الشخص ما يلبس نظارة، أو إذا يلبس نظارة يفضل النظارة اللي فيها فلتر عشان تحمي من الأشعة الغير طبيعية. بالنسبة للأطفال، للأسف الحين حتى رياض الأطفال في تعليم عن بعد، والمرحلة الابتدائية يعني الدراسية في تعليم عن بعد للأسف. فيفضل أن يسوون قياس فحص نظارة إذا كان الطفل يعاني من طول نظر أو قصر نظر أو عيوب انكسارية قبل ما يستخدم الهواتف الذكية أو الشاشات الكمبيوتر. نعم. طيب دكتور، احنا راح نكمل الموضوع معك، وايد شيق مشاهدينا، بس راح نطلع فاصل ونرجع لكم بعد قليل، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا معنا، وما زلنا على في مقابله مع دكتور صلاح الرشيدي، جراح العيون واورام العيون ورئيس قسم العيون ايضا في مستشفى الفروانيه. دكتور، كنا قاعدين نتكلم قبل الفاصل عن بعض الاخطاء اللي نرتكبها يمكن بشكل غير مباشر وغير مقصود تاثر على عيننا وعلى عيون الاطفال، خصوصا عند استخدامهم للاجهزه الذكيه. فيا ريت تكلمنا عن الاخطاء وطريقه تدارك الاخطاء هذه. نعم، بالبداية أحب أكد الأطفال لازم إذا يشكي من ألم في العين لازم فحص نظر للطفل، يمكن عنده طول نظر أو قصر نظر أو انحراف في قرنية العين، فهذا شيء إلزامي أن الطفل لازم يلبس نظارة. بالنسبة للكبار لازم يكون مسافة بين، يعني مجسم عين، لازم يكون مسافة بين العين والشاشة تقريبا شبرين اللي هي 40 سنتي تقريبا شبرين. أيضا في ضوء قاعد يطلع من الشاشة اسمه ضوء الأزرق ممكن يأثر على قرنية العين اللي هو الجزء الخارجي هذا من العين اسمه قرنية العين، أو العدسة اللي هي الجزء اللي خلف العين. نعم. أو الشبكية اللي هي خلف العين، فكل الأشياء هذه حساسة وإحنا نشوف فيها. أي واحد يتأثر منهم بالضوء الأزرق على مدار فترة طويلة 7 ساعات، الأماكن الحساسة هذه بالعين تتعرض للضوء الأزرق ممكن يؤدي إلى تلف دائم بالعين لا قدر الله. دكتور، تقصد بالضوء الأزرق اللي هو الضوء اللي يطلع من الجهاز عدل؟ نعم، أقصد الضوء من الشاشة. من الشاشة سواء آيباد أو كمبيوتر. أو كمبيوتر أو تليفون ذكي. نعم، نعم. نعم. كل هذه الشاشات مضيئة وفيها ضوء نافع وفيها الضوء مضر. نعم. الضوء المضر هو الضوء الأزرق، في دراسات. نعم. على كذي، لكنها غير مثبتة لحد الآن أو غير مستوفية لحد الآن. اللي أبي أن الطفل
حماية حق الشاشة، أو الكبير يكون إذا عنده جفاف يستخدم قطرات الجفاف لتطيب العين، لأن الواحد ينسى يرمش عينه أثناء التركيز أو أثناء القراءة من شاشة الكمبيوتر، فيؤدي إلى وجود جفاف على سطح العين. هذه نقطة. النقطة الثانية بس ذكرين سؤال. الضوء دكتور، ضوء الإضاءة في الغرفة. نعم، بالنسبة للغرفة لازم يكون إضاءة كافية، مو ساطع حيل ولا وسط، إضاءة كافية. أنا أحب يكون الإضاءة اللي هي اللون الأصفر اللي هو الهالوجين، وليس الضوء الأبيض. ليش؟ لأن الضوء الأبيض متقطع ويؤثر بالتالي على اضطرابات، ممكن يؤدي إلى اضطرابات في النوم. الضوء الأصفر لا، ضوء أنا قاعد أتكلم فيزيائيا أنه ضوء متواصل، فما يؤثر على اضطرابات النوم. اتجاه الضوء دكتور، اتجاه الإضاءة يمين يسار أمام؟ من الجوانب، تفضل أنها تكون من الجوانب اليمين أو اليسار. نعم. ليس لأن إذا جت من خلف الشخص راح تكون مركز على الشاشة فيزيد انعكاس، أو إذا في اتجاه الشخص راح تكون إضاءة قوية على العين. نعم. دكتور أنت تسولف، أنا قاعد أطبق على الجهاز اللي قدامي المساحة، حتى إضاءة الجهاز لا يمكن امتدادا للمكان، هل كان مظلم أو إضاءة كما تفضلت، المسافة المعينة وحتى الإضاءة اللي في الجهاز. ماذا عن القراءة وخلينا نقول الكتابة الممتدة، يعني من هو في عمل أو حاب يقرأ وتؤدي على لإجهاد العين، ماذا يفعل هنا دكتور؟ المفروض أنه يعطي نفسه فترات راحة. نربطها بالوقت دكتور، يعني نقول كل ساعتين. هما في قاعدة 20-20-20، بس من يطبقها هذه 20-20؟ كل 20 ثانية، كل 20 دقيقة أرتاح 20 ثانية. من يطبقها وتسكر عينك 20 ثانية؟ ما أعتقد في أحد يطبقها، أنا نفسي ما أطبقها. بس لو تقول مثلا كل ساعتين تريح نفسك نص ساعة، أوكي تتقبل. هذا للبالغ، ماذا عن الطفل؟ حتى الطفل يعني لو كل ساعة يرتاح 10 دقائق أعتقد كافية. يعني في نظري أنا كدكتور عيون، كل ساعة يرتاح 10 دقائق أعتقد كافية لراحة العين ولمنع وجود الجفاف بالعين ولمنع تأثير الضوء على العين. نعم. طيب دكتور، احنا هذه الأجهزة صارت جزء من حياتنا اليومية، يعني احنا من نقعد الصبح أول شيء نتطاول الجهاز الموبايل ونقعد نطالع ونتابع الأخبار ونشوف الرسائل اللي وصلتنا، يعني هو ملزومين احنا فيه صرنا. نعم. طيب شلون نحمي عيوننا بالحالة هذه؟ طبعا تقليل من استخدامها، بس مثل ما قلت ان اعتمادنا كلي عليها، ف من الصعب التقليل. السؤال يعني صراحة سؤال يعني صعب الإجابة عليه لأن اعتمادنا كله عليه. نعم. بس الشخص المفروض يكون واعي إنه في ضرر من الآيباد أو الجهاز الذكي أو التليفون. لازم يعني دكتور اسمح لي خلنا نحاول نلملم الموضوع. نعم. يعني ضبط النفس في الاستخدام. نعم. كثر ما تقدر خلينا نقول. نعم. يعني تعامل مع عمرك في الاستخدام صعب، ولكن لحماية عينك حاول، لأن أنت قاعد تتعامل مع عينك أغلى شيء في جسمك، فمن الضروري أن تعرف شلون تحمي عينك. يعني الوقاية خير من علاج. يعني ما يجيني طفل أنه عنده عيوب انكسارية وبعد فترة صار عنده كسل بالعين ما نقدر نعالجه، أو شخص بالثلاثينات وصار عنده ماي أبيض. أنا قاعد أشوف مرضى بالثلاثينات صار عنده ماي أبيض بسبب تعرضه للضوء المباشر من خلال الأجهزة، ولا بطبيعي بحياته الضوء المباشر من خلال الأجهزة؟ من خلال الأجهزة. يعني؟ نعم، شفت حالات من خلال الأجهزة تكون ماي أبيض ما عنده ولا شيء، يعني ما في عنده سكر ولا ضغط ولا أي أمراض مزمنة، مجرد أن عنده ماي أبيض. فتفاجأت، يعني قبل 10 سنين كنا نشوف الماي الأبيض في الأشخاص اللي فوق 60 سنة، الحين قمنا نشوفها بالصغار 30 سنة، فشيء غريب جدا. نعم نعم. طيب دكتور، شنو هي الأمور اللي لابد أن احنا ننوه عنها نصائح يؤخذ بها سواء من جانب أولياء الأمور أو حتى المعلمين بخصوص الطلبة والتلاميذ اللي يقعدون قدام الأجهزة الكمبيوتر لساعات ما نقول طويلة لكن احنا مستمرة، يعني أيام الأسبوع أيام الدراسة، شنو الأمور اللي لازم ناخذها بالعين الاعتبار من أجل تقليل قدر ما يمكن من يعني اجهاد العيون سواء للطالب او حتى للمعلم؟
أنا أقسمها نصين، بالنسبة للولي الأمر أنه يبذل كثر ما يقدر أنه يحط شيء حماية أو فلتر للشاشة أو يقلل سطوع الشاشة للطفل. بالنسبة للمعلمين لازم هو يكون ينسق المواد، أنه يحط بين كل مادة ومادة مثلا راحة 5 دقائق أو 10 دقائق، ويقول للطفل ريح شوية ريح شوية أو سكر عينك أو روح تمشى شوية. نعم. أو يعني الغرض أنه يترك مساحة اللابتوب 5 دقائق ويرد مرة ثانية. زين دكتور، تنصح مثلا أن احنا نخلي عندنا القطرة مال ترطيب العين، أن احنا نرطب عيننا مثلا باليوم مرة أو نرطب عين الأطفال؟ نعم نعم، قطرة الترطيب هي ليست مضاد حيوي ولا تؤثر، يعني ما لها ضرر على العين. نعم. فوضع القطرة يعني ما لها مواد، ما لها أضرار جانبية، خصوصا القطرات اللي بدون مواد حافظة تساعد على ترطيب العين وتساعد على حدة الرؤية أيضا. نعم. إذن كل الشكر دكتور صلاح الرشيد، استشاري جراحة العيون وأورام العيون، رئيس قسم العيون بمستشفى الفرعونية، على حضورك معنا وعلى هذه الإضافة. وإن شاء الله نبدأ بأنفسنا قبل الآخرين بالكلام، ودائما نسمع من أصحاب الاختصاص. شكرا جزيلا يا دكتور. لكم الشكر والتقدير. إذن ما زال في الوقت بقية مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نواصل. الخامس من ديسمبر يختار الشعب ممثليه، فاحرص على التصويت بأمانة وارسم تطلعات الكويت وشعبها بحسن الاختيار، فغد الكويت بأيدينا، معا نصنع المستقبل. استحقاق ديمقراطي وممارسة راسخة، انتخابات مجلس الأمة المقررة في 5 ديسمبر، التزم بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية وشارك في رسم مستقبل الكويت، معا نصنع المستقبل. مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ويسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع دكتورة فاطمة الهدهود، استشاري أمراض نساء وولادة واختصاصي مناظير نسائية متقدمة، وراح نتحدث معها عن منحها لقب السفيرة من قبل المنظمة العالمية لآلام الحوض. حياك الله دكتورة معنا في هذا المساء من برنامج مساء الخير يا كويت. الله يحييك، مشكورة، ومساكم الله بالخير والسرور. مساء النور يا دكتورة، وبداية نبارك لك على حصولك ومنحك لقب السفيرة من المنظمة العالمية لآلام الحوض، وألف مبروك، وفعلا نماذج مشرفة نفتخر بها هنا من وطني. الله يبارك فيك، مشكورين. دكتورة كلمينا عن هذا اللقب، وشنو شعورك بعد منحك هذا اللقب اللي أعتقد أنا حسب ما قرأت يمنح لأول مرة، وأنت أول واحدة تمنحين وتحيزين على هذا اللقب، عدل؟ أي عدل، تفضلي. أول شيء الحمد لله، شعور حلو أن الواحد يفوز بهاللقب عقب منافسة عالمية ممثلة حق منطقة الشرق الأوسط. هذا فخر لي أني أرفع اسم ديرتي الكويت وأكون من الكفاءات في خدمة هذا الوطن. هو لقب لتبادل الخبرات بين منطقة الشرق الأوسط ودول العالم للمساعدة في رفع المستوى الوعي عند المريض وعلاج الحالات في هذا المجال. نعم دكتورة، أكيد ذكرتي منافسة، والمنافسة ليست بسيطة من أصحاب الاختصاص، لكن يريد نتعرف على المعايير الأساسية التي من خلالها حصلتي على هذا اللقب دكتورة. أول في البداية الإخلاص بالعمل والمواظبة على العلم والدراسة والاجتهاد في المشاركة في المؤتمرات العالمية اللي ترفع اسم الكويت، وثانياً اهتمامي بتوجهات هذه المنظمة اللي أنا عضوة فيها وتركيزها على آلام الحوض بمختلف التخصصات. كان في منافسة عالمية على هذا اللقب، ولله الحمد تم اختياري حق هذا اللقب، وإن شاء الله أكون ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط لمدة 2 سنين إن شاء الله. طيب دكتورة كلمينا عن هذه المنظمة، شنو هي هذه المنظمة؟
في البداية المنظمة العالمية لآلام الحوض تأسست في 1997، مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية مينيسوتا. من أهم مهامها التركيز على علاج آلام الحوض المزمن، توفير فرص التعلم وتبادل الخبرات في مختلف الاختصاصات الطبية بهذا المجال، اللي تساعد في زيادة الوعي عند الطبيب والمريض. نعم دكتورة، من خلال ما تفضلتي ويعني المهام المنوطة بهذه المنظمة، هل هناك تعاون مشترك ما بين دولة الكويت والمنظمة العالمية لآلام الحوض؟ إن شاء الله بإذن الله راح يكون هناك بعض الأبحاث المشتركة، راح يكون أيضا في تبادل للخبرات في هذا المجال اللي راح يساعد وايد في علاج الكثير من الحالات، وبالنهاية رفع المستوى والوعي عند الطبيب والمريض بإذن الله. نعم دكتورة فاطمة، احنا نبارك لك مرة ثانية وكل الشكر لك على مشاركتك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. مشاهدينا كانت معنا الدكتورة فاطمة الهدهد، استشاري أمراض نساء وولادة واختصاصي مناظير نسائية متقدمة. فاصل ونرجع لكم. والاشتراطات الواجب اتباعها في الحجر المنزلي. خصص غرفة منفصلة ذات تهوية جيدة وأغلق الباب. خصص حماما منفصلا وإن كان مشتركا فتأكد من تنظيفه بعد كل استخدام. اعتذر عن استقبال الزائرين وتجنب مخالطة أفراد المنزل. تجنب مخالطة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. تعقيم أو غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. توفير المستلزمات الشخصية وعدم مشاركتها مع الغير. السماح لشخص واحد بخدمتكم ورعايتكم مع لبس الكمام والقفاز. عدم لمس العين والأنف والفم والتقيد بآداب السعال. توفير سلة مهملات مغلقة من الأعلى وسلة خاصة للملابس. إن كنت تعاني من أمراض مزمنة فتأكد من توافر أدوية بكمية كافية. توفير شنطة إسعافات أولية تحتوي على جهاز قياس الحرارة. توفير قفازات بلاستيكية وكمام ومناديل ورقية ومطهرات. توفير أواني الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. نظام غذائي صحي، الراحة وشرب الكثير من الماء. عند الشعور بأعراض كالحمى والسعال اتصل فوراً على الخط الساخن لوزارة الصحة 151. رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا وبرنامج مساء الخير يا كويت، وما زال هناك أيضا في جعبتنا الكثير، ولكن نرحب بكم مجددا. ويسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع الأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، ورح يكون الحديث عن انطلاقة فعاليات ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية في دورته الخامسة. مساك الله بالخير استاذ ماضي، حياك الله. لا حياك الله اخوي عبد الله، الله يسلمك ويسعدك، اهلا وسهلا فيك وشكرا على الاهتمام والمتابعه وعلى تسليط الضوء على ملتقى مبادرات الشباب التطوعيه والانسانيه. تسلم يا اخوي، حياك الله. استاذ ماضي، في البدايه عطنا فكره عن انطلاقه فعاليات ملتقى مبادرات الشباب التطوعيه والانسانيه في دورته الخامسه. طبعا هذا الملتقى يعني هي الدورة الخامسة مثل ما تفضلت اختي آلاء، وهو يعني مسيرة 5 سنوات تجسيدا لكون الكويت بلد الإنسانية، وكون أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو قائد العمل الإنساني حسب وصف الأمم المتحدة. لذلك منذ ذلك التاريخ، منذ 2000 و
منذ 5 سنوات تقريبا، آثرنا أن يكون للكويت بصمة في مجال العمل التطوعي والإنساني، وأن يكون هناك نشاط بالتعاون مع جامعة الدول العربية يسلط الضوء على المبادرات الإنسانية والمبادرات التطوعية الشبابية في مختلف دول العالم. والحمد لله منذ أن أطلقنا النسخة الأولى لهذا الملتقى لاقى رواج ولاقى الإقبال ولاقى الاهتمام من قبل العديد من الشباب من أصحاب المبادرات الذين يعني كانت لمشاركتهم الفاعلة بشكل كبير تأثير كبير وتأثير مباشر، مو بس على نجاح هذه الفكرة ولكن على استمرارها طيل هذه ال5 سنوات. طبعا ظروف كورونا وما يشهده العالم كله جعلتنا في أمر يعني مترددين في أمرنا كيف سنكمل كيف سنفعل، ولكن الحمد لله آثرنا وقررنا أن يعني يقام النشاط في موعد المعتاد وهو 11 نوفمبر من كل عام وأن نستمر فيه، والحمد لله وجدنا أقبال يعني أكثر من 600 وشيء يعني 20 أو 30 مبادرة شبابية من الوطن العربي سجلها وتأهلوا منها يمكن 180 مبادرة. أمس انطلقت الفعاليات بندوة جميلة جدا وبحضور كبير عبر الأونلاين بعنوان حياتي في العمل التطوعي. الآن في هذا الوقت الذي نتحدث فيه معكم تقام جلسة مهمة وهي تجارب الشباب أصحاب المبادرات كلا يستعرض تجربته أيضا أونلاين بوجود لجنة تحكيم ووجود مشاهدين ومتابعين، وغدا إن شاء الله حفل الختام وحفل توزيع الجوائز بمشاركة فاعلة من عدة شخصيات على مستوى الوطن العربي، يعني على رأسهم ممثل أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية الشيخة حصاء الثاني، وأيضا معانا دكتور سامر حدادين رئيس المنظمة شؤون اللاجئين مفوضية السامي لشؤون اللاجئين مكتب الكويت، وأيضا الشيخ سهيل الصباح وهي يعني رئيس الفخري لهذا الملتقى، والعديد حقيقة من الشخصيات الفاعلة. والحمد لله يعني استمرار مثل هذه الأنشطة رغم هذه الظروف أمر جدا يعني إيجابي ومحفز. طيب أستاذ ماضي مثل ما تفضلت يعني أنتم بصدد إشعال هالشمعة الخامسة في صدد الوصول إلى أهدافكم، لكن ماذا اختلف من الدورة الأولى إلى الآن؟ وأكيد هناك هدف وضعتموه أستاذ ماضي حضرتك وفريق عملك للخروج من هذا الملتقى بتوصيات خلينا نقول أداء ملموس يستفيد من الشباب من خلال هالمبادرات. يعني شوف طبعا هذه الدورة استثنائية الخامسة بسبب كورونا وأوجاعها، ولما تقيم نشاط بهذا الحجم وبهذا الشكل وبهذه الفكرة ويكون تفاعلي وعلى أرض الواقع يختلف تماما لما يكون أونلاين. كافي أنك أنت على أرض الواقع تستطيع أن كنا كل عام ندعي الشباب يعني عشرات من الشباب المبادرين من العالم العربي ونعمل لهم معرض يستعرضون أفكارهم ونعمل لهم ندوات، ولكن هذا العام استثنائي. ولكن بشكل عام ماذا تحقق منذ 5 سنوات إلى اليوم؟ تحقق الكثير. أول شيء إحنا ساعدنا الكثير من أصحاب المبادرات على إشهار مبادرتهم، خلقنا جو من المنافسة بين المبادرات، خلقنا تواصل يعني فكرة التواصل في العالم العربي بين الشباب والمبادرين والمشاركين والمتطوعين والذين يعملون في العمل الإنساني، هذا كله خلق أجواء إيجابية وأجواء حسنة وأصبح هنالك حافز لكل الشباب كل عام. ماذا ما جعلنا هذا العام نحرص على الاستمرار هو كم التواصل والاتصال من قبل الشباب الذين يعني لم يرغبوا أن يفوت عام دون أن يخوضوا مثل هذه المنافسة. لذلك أنا أعتقد مثل هذه الأجواء التي خلقناها، مثل هذا الحضور الذي يعني تمكننا من إيجاده، مثل هذه المناسبات، هذا الكم يعني من المبادرات التي تصلنا يعني يفوق تخيلنا، لأن عدد كبير وهنالك يعني أفكار كثيرة صراحة للشباب يعني إحنا استفدنا منها، لجنة التحكيم أشادت فيها واستفادت منها، يعني هنالك حقيقة يعني أمور إيجابية كثيرة في هذا الأمر، والحمد لله تحققت بشكل كبير أكثر مما كنا نخطط يعني. نعم أستاذ ماضي، الهدف اللي أنتوا قاعدين تسعون له من خلال هذه الملتقيات ما الذي ترمون إليه، يعني خلينا نقول على المدى البعيد من خلال
مثل هذه الملتقيات الشبابية؟ اختي آلاء احنا شوفي طبعا الملتقى الإعلام العربي هي يعني هيئة منذ 2003 تحت مظلة جامعة الدول العربية، عضو مراقب في اللجنة الدائمة للإعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب، تعمل في نشاط العمل الإعلامي المختلف. اتجهنا إلى دعم العمل التطوعي والإنساني لأهميته، كوننا احنا يعني هيئة إعلامية وجدنا أن هؤلاء الشباب أصحاب المبادرات يفتقدون إلى جانب مهم وهو جانب الإعلام وحسن التعامل مع الإعلام وإبراز دورهم الإعلامي. فلذلك أثرنا كهيئة للملتقى بعد موافقة يعني الهيئة التنفيذية للملتقى ومجلس الأمناء على هذا النشاط من 5 سنوات، وجدنا أن إقامة مثل هذا النشاط يعطي الشباب حافز. إحنا عندنا دور وهو دور المسؤولية الاجتماعية، مثل ما نحث الآخرين على التحلي بالمسؤولية الاجتماعية، أيضا إحنا لنا دور في المسؤولية الاجتماعية أن إحنا نحث الشباب على التطوع والعمل التطوعي والإنساني وإبراز عملهم وتوعيتهم من خلال الندوات يعني، ومن خلال يعني الجلسة اليوم التي تعقد الآن ونحن نتحدث هي تبادل خبرات بين الشباب، لما يحضرون الشباب كلهم مع بعض ويستمعون إلى أفكار زملائهم من دول مختلفة، فهذا أمر جدا إيجابي ويحقق أهداف. أستاذ ماضي بوقفك مع زملائهم، يعني في بداية حديثك للتعريف عن هالملتقى ذكرت العدد طبعا شتان ما بين التواصل خلينا نقول المباشر، خلينا نقول بكل عفوية الفعلي إلى جانب التواصل في الفضاء الإلكتروني. ذكرت أن عدد المبادرات تعدت 220 إلى 230 مبادرة. لا 600 600 سجلوا معانا، الله يزيدهم إن شاء الله. تدري لما أنت ذكرت على التصفيات، تمر على مراحل التصفيات. طيب صحيح. أنا بوصل دكتور وفال خير إن شاء الله دكتور أستاذ ماضي، المحيط الجغرافي يعني هل اقتصرت على دول الخليج ولا الوطن العربي؟ لا كل الدول العربية، مظلة جامعة الدول العربية أستاذ كل الدول العربية طبعا بالتعاون مع الجامعة وبحضور مثل ما قلت لك ممثل أمين عام جامعة الدول العربية الشيخ حسن الثاني، ويعني كل الدول العربية راح تجد يعني إذا شاركتوا معانا بكرة أو اليوم راح تجد أكيد راح نبعث لكم التقارير، راح تجد من دول الخليج والدول العربية ومن موريتانيا والصومال والسودان والعراق واليمن، ويعني ما في دولة الحمد لله إلا في يعني أغلب الدول العربية مشاركة حقيقة يعني. نعم. فشيء جيد وجميل ومميز. نعم. طيب خلينا نسولف عن لجنة التحكيم تخصصاتهم. نعم. أعضائها. يعني شوف لجنة التحكيم طبعا هي لجنة من شخصيات مختلفة من العالم العربي في مجالات كثيرة، يعني منهم إعلاميين، في فنانين، في شخصيات متخصصة في العمل التطوعي، في أكاديميين، في يعني احنا حبينا النوع لتنوع المبادرات. يعني احنا في اول سنة يمكن او السنة الاولى والثانية كنا نحدد المبادرات في 10 او 12 مجال، بعدين لغينا التحديد ودعلنا المبادرات مفتوحة لأن وجدنا أن بعض الشباب تبارك الله يقومون بمبادرات يعني ما تخطر لنا على بال، وكان صعب تحديد فئته، فألغينا فكرة الفئات وجعلنا المبادرات مفتوحة. فلذلك لجنة التحكيم هي لجنة منوعة من العديد من الشخصيات عموما بس الكويت وخارج الكويت، يتم إرسال المبادرات بشكل ملخص بعد ما يقوم الفريق عندنا بفحصها وفرزها ومطابقتها للمعايير. احنا المعايير موجودة على الأونلاين على الموقع الإلكتروني للملتقى الإعلام العربي، المعايير لأن هنالك معايير يجب أن لا يتجاوزها المشارك. نعم أستاذ ماضي، دعنا نقف عند هالمعايير أو الشروط الواجب توفرها سواء بالفرق المشاركة أو حتى بالمبادرة الشبابية التطوعية. نعم. اللي تأهل في مراحل التصفيات إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية من هالملتقى، ما هي هذه الشروط؟ يعني أنا أذكر لك بعضها، بعض المعايير. أن أول شيء العمر، أنه ما يتجاوز عمر المشارك أو من يقدم المبادرة 36 سنة. ممكن يكون الفريق في ناس كبار ما في بس، ولكن اللي يقدم المبادرة لازم الشباب. الشيء ثاني أن المبادرات قائمة على أرض الواقع، يعني لازم تكون قائمة وحققت نتائج ملموسة ومعلومة. في ساذ يجاوب على الاستبيان أن ما يكون هذه المبادرات مثلا حكومية أو ممولة من جهات حكومية، لأن إذا وجدناها حكومية أو ممولة من جهات حكومية تفقد المنافسة، تفقد العدالة، لأن تكون عندها ميزانيات مختلفة ويعني لا يمكن أنها تقارن بآخر. يعني حطينا مجموعة معايير
أيضا حطينا جائزة أو جائزتين للفكرة، يعني إحنا وجدنا أن البعض لديهم أفكار ولم تنفذ. طبعا يعني أستاذ ماذا الحقوق الملكية الفكرية موجودة وتضمنونها لهم؟ طبعا طبعا إحنا ما نأخذ مبادرة قائمة لأصحاب الأفكار. أصحاب الأفكار، أصحاب الأفكار اللي فوز إحنا نساعده على تنفيذ فكرته من خلال تواصلنا مع داعمين، إن لما يفوز شخص عنده فكرة بموافقته وبقبوله إحنا نتواصل مع داعمين يقومون بتمويله لتنفيذ فكرته. يعني في تفاصيل كثيرة في موضوع المعايير والشروط التي يجب أن تنطبق على المشاركين. نعم نعم. طيب في من المشاركين شباب، وأيضا في من المشاركين في الملتقى من أصحاب الخبرات وأكاديميين وإعلاميين، كلمنا عن هذه الفئة من فضلك. يعني أول شيء الإعلاميين هذا لازم، إحنا الأساس عندنا الإعلاميين، فلا يوجد ملتقى يخلو من الإعلاميين، يعني إحنا ندعم وجود الإعلاميين في كافة الأنشطة. طبعا الملتقى هذا المبادرات الشبابية هو مخصص للمبادرات التي يقوم عليها الشباب، أيضا يشارك معنا مجموعة من القيمين على الأعمال وأصحاب الخبرة، لأن هؤلاء الشباب يريدون في النهاية أن يستفيدوا في تطوير عملهم. أصحاب الخبرة ليس في مجال عمل تطوعي، ولكن يعني أصحاب الخبرة مثلا أمس كان عندنا ندوة عن الإدارة، كيف تدير مشروعك، وكانت معنا دكتورة أفنان شعيبي من السعودية، وهي سيدة أعمال كبيرة ولديها خبرة في مجال العمل الإداري، وأعطتهم جلسة عن كيف تدير عملك التطوعي. أيضا كان معنا جلسة عن الإعلام، كيف تأثير الإعلام، كيف تسوق مشروعك التطوعي أو مبادرتك التطوعي إعلاميا، لأن احنا وجدنا كثير من الشباب لا يجدون التعامل مع الإعلام في مبادراتهم، وأيضا شارك يعني مجموعة من الشخصيات والإعلاميين. فإحنا دائما نركز في مثل هذه الندوات والورش والحوارات التي تتم مع الشباب، أن احنا يستفيدون كمعلومات ويستفيدون كأهداف ويستفيدون كأفكار. نعم أستاذ ماضي، يمكن إذا لما تفضلت به ونحط على شكل نقاط حتى تتضح الصورة لمن هو مهتم، وشريحة الشباب هي صاحبة الكعب الأعلى في وطننا العربي. نعم. الإعلام، وانت حضرتك أحد فرسان هذا المجال، ولا انتقاصا من كل إخواننا وأساتذتنا الأفاضل، هو جزء لا يتجزأ لانتشار هالمبادرة والإعطاء مساحة إعلامية وتسويقها. لكن نعم. هنا في هالملتقى اللي احنا بصدده الآن، ما هي المواضيع التي أخذت السواد الأعظم في هالملتقى وعجبتك شخصيا وأيضا كرئيس ملتقى؟ يعني شوف احنا طبعا هالسنة خصصنا على المبادرات حول الكورونا والشباب الذين ساهموا في مبادراتهم في تقديم مشاريع خلال كورونا. احنا نعاني من كورونا الآن تقريبا يعني 8 أو 9 شهور، فكان في تجارب كثيرة للشباب ومختلفة ومميزة في موضوع كورونا. وجدنا أفكار مبهرة، أفكار جميلة. يعني أنا يا ريت تتاح الفرصة لاستضافة أصحاب هؤلاء الشباب. يعني كان في السابق لما كنا نسوي في الكويت على أرض الواقع، كان تلفزيون الكويت يكون حاضر ويسجل مع الشباب ويعرض تجاربهم، كانت صراحة تجربة مفيدة ومثمرة. فأنا وجدت والله كثير من الأفكار الإبداعية والأفكار التي فيها يعني جهد وفكر وفيها تميز. فأنا أعتقد هذا هو الجانب الجميل، أنك أنت تدعم هؤلاء الشباب الذين يتنافسون اليوم على للفوز بجائزة. جائزة هذه تأهلهم لكثير من الأمور. إحنا نحرص على تدريبهم وتأهيلهم والتواصل معهم وتكوين يعني مثل فرق عمل. أيضا وجدنا مبادرات تتعلق ببعض الأزمات مثل ما حدث في مرفأ لبنان أو غيره. فلذلك أنا أعتقد مثل هذه الأفكار، مثل هؤلاء الشباب الذين يحتاجون إلى فرصة للتعبير، هم لماذا يعني يكونوا سعداء بالمشاركة في أنشطة الملتقى؟ لأنه يعطيهم فرصة للتعبير عن دورهم وعن أفكارهم. فالحمد لله يعني أن احنا الله عز وجل يعني سخرنا لمثل هذه الأمور التي تخدم هذه الشريحة من الشباب وتعطي حافز لغيرهم للمشاركة والتفاعل. نعم نعم. أستاذ ماضي الخميس، كل الشكر لك على تواجدك معنا في عبر الاتصال. تسلم، نتمنى لكم كل التوفيق. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم بعد قليل. عند التصويت في انتخابات مجلس الأمة وممارسة الحق الديمقراطي، فأنت تشارك برسم المستقبل، والصوت أمانة، فليكن اختيارنا للكويت ومصلحتها معا.
نصنع المستقبل. مشاهدينا، لا تزال الإجراءات الصحية والاحترازات الطبية تستحوذ على اهتمام كافة الأوساط المعنية في دولة الكويت، حيث تجري الاستعدادات وفق الخطط والموضوعات والبروتوكولات العالمية المتعارف عليها، ولا يبقى لنا سوى أن نرسل رسائل مهمة لكل مواطن ومقيم بضرورة التقيد بالإجراءات، وأهمها التباعد الاجتماعي ولبس الكمام والمحافظة على النظافة العامة وعدم الخروج إلا للأهمية. نعم، يمكن الشيء بالشيء يذكر هذا الجهد والاجتهاد خصوصا من إدارة الإعلام الصحي في وزارة الصحة من خلال التواصل مع الجمهور وإحاطتهم بالأرقام، تعزز بالأرقام بشكل يومي لتطورات مرض فيروس كورونا كوفيد 19. البارح نفس الرقم، الأرقام عرفتي، بس تغير الترتيب. 737 البارح، الآن 73، يعني تقريبا 36 زيادة. إيش معناتها؟ إحنا كأبناء مجتمع نقرأ هالرقم هذا أنه فعلا في تهاون بتنفيذ هالاشتراطات الصحية والاحترازات، في عدم تحمل المسؤولية. لكن زميلتي علاء شيء بشيء يذكر، وأيضا عزيزي المشاهد، لو نشوف هالرقم، يمكن المجال الإعلامي إحنا كوزارة الإعلام استنفرت بكل طاقاتها، وكذلك وزارة الصحة، أنواع الخطاب الإعلامي كثير ومحتوى كثير، لكن في مساء الخير خلنا نتكلم بهالخطاب العاطفي. نعم. الخانة الحمراء. نعم. لا سمح الله في تهاوننا في عدم الالتزام بالشروط الصحية قد يزيد هذا الرقم ويكون واحد منهم يهمنا أو قريب منا، وهم كذلك يهموننا. هذا أقصى شيء ممكن يكون، يعني من بعد إرادة رب العالمين. لكن إحنا علينا عملية التقيد. إحنا في مساء الخير كويت وكأعضاء في مجتمع لا نكل ولا نمل في إعادة التذكير في الالتزامات بشروط الصحية، ولا نتهاون حتى لا يحدث ما لا يحمد عقبه. نعم عبد الله، احنا لما نعرض هذه الاحصائيات فما هو الهدف الا ان يكون المشاهد على علم بما يحدث. ساعات ممكن احنا يطوف علينا اليوم ما نقدر نشوف الاحصائيه، والاحصائيه مهم ان احنا نتعرف عليها لان هي المؤشر اللي يبين مدى تقدمنا او يعني تراجعنا عن الخط وخط الأمان. مشاهدينا راح نشوف تقرير ونرجع لكم بعد قليل. ما الذي ينبغي عمله عند الشعور بالمرض؟ تعرف على الطيف الكامل لأعراض كوفيد 19. تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لكوفيد 19 في الحمى والسعال الجاف والإرهاق، وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً والتي قد تصيب بعض المرضى فقدان الذوق أو الشم، والآلام والأوجاع والصداع والتهاب الحلق واحتقان الأنف واحمرار العينين والإسهال والطفح الجلدي. الزم المنزل واعزل نفسك حتى لو كنت مصابا بأعراض خفيفة مثل السعال والصداع والحمى الخفيفة إلى أن تتعافى. اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو الخط الساخن للحصول على المشورة. اطلب من شخص آخر أن يحضر لك المشتريات، وإذا اضطررت إلى مغادرة المنزل أو استدعاء شخص ليبقى إلى جانبك، البس كمامة لتتجنب نقل العدوى إلى الآخرين. إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية على الفور. اتصل بالهاتف أولاً إذا استطعت، واتبع توجيهات السلطة الصحية المحلية. تابع أحدث المعلومات من المصادر الموثوق فيها مثل وزارة الصحة، فالسلطات الصحية المحلية والوطنية ووحدات الصحة العامة هي الأقدر على إسداء المشورة بشأن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الناس في منطقتك لحماية أنفسهم.
مشاهدينا نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، كونوا بأمان وعين الله تحرسكم وترعاكم. آمين يا رب العالمين. وأجمل ما نختم به هنا في هالكلام، المسؤولية الملقاة على عاتقنا، لا نأخذ المعلومات إلا من الجهات الرسمية في الدولة حتى لا يصطاد من يضع السم في العسل. وعين الله ترعاكم أينما كنتم، فما الله.